واللغة العربية كما نعلم أيها الأحبة لغة القرآن الكريم، وقد حفظها القرآن الكريم لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمه مرارا وتكرارا، وهو يقول: أنا أفصح العربي بيد أنني من قريش. وحتى الذين جاءوا من بعده أخذوا يعني يهتمون بهذا الجانب وساروا على نهجه في تقديم يعني الأقوال الموثورة بهذا الشأن. وكما نرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وتعلم اللغة العربية أيها الأحبة كما نعلم فرض على كل، وقد أصدق الشاعر عندما قال: حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، فليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. وأنا اليوم إن شاء الله سأتطرق كما ذكرت إلى جانب مهم من جوانب علوم اللغة العربية، وهو جانب علل الإملاء. وأول يعني القضايا التي سأبدأ بها وهي قضية زيادة الألف. كما نعلم أن هناك في اللغة العربية حروف تزاد يعني في ألفاظ، وكذلك هناك حروف تسقط من ألفاظ. وابتدأت بزيادة الألف، هذه الألف التي تزاد في بعض الألفاظ في بعض ألفاظ اللغة العربية، وقد وقف العلماء عند هذه الزيادة وعللوها تعليلا إملائيا. ومن هذه الزيادات زيادة الألف بعد واو الجمع في الأفعال، وتسمى هذه الألف بألف الفصل أو ألف الفارقة، ألف الفصل أو ألف الفارقة التي تزاد بعد واو الجمع، كما نقول مثلا أدعو، وكذلك لفظة أغزو الأمر منهما عند الجمع نقول أدعو وكذلك أغزو، وفي الوقت نفسه نقول أدعو وكذلك أغزو. فنلحظ أن في الجمع تزاد الألف بعد الواو، تزاد الألف بعد الواو في أدعو وكذلك في أغزو، بينما تسقط الألف من لفظة أدعو وكذلك أغزو للمتكلم. وهذه الألف حقيقة تسمى ألف الفارقة أو ألف الفصل، التي فرقت بين الفعل المسند إلى المتكلم وكذلك الفعل فعل الأمر من أدعو وكذلك من أغزو. فلولا هذه الألف الفارقة ما كنا نستطيع التمييز بين اللفظين أدعو وكذلك أدعو. نلاحظ أن هذين اللفظين في الشكل سيان، يعني كلاهما في الشكل سيان، أدعو وكذلك أدعو، في الصورة يكتبان بنمط واحد أو بصورة واحدة. فلولا هذه الألف التي دخلت مع واو الجمع على أدعو ما كنا نميز بين واو الجمع في أدعو وكذلك الواو في كلمة أدعو. لذلك دخلت هذه الألف الفارقة أو ألف الفصل للتمييز بين الواوين. وهذه هي من القضايا المهمة التي طبعا أشار إليها علماء اللغة وعلماء النحو والصرف وغيرهم. وكذلك من الألفاظ التي تزاد فيها الألف لفظة مئة، نلحظ أن مئة تكتب ميم بعدها ألف وبعدها الهمزة وبعدها التاء. هذه الألف حقيقة علماء الإملاء يقولون هذه الألف تكتب ولا تلفظ، تكتب ولا تلفظ، لا سيما في القرآن الكريم. يعني نحن عندما نقرأ في كل سنبلة 100 حبة، نرى أن كثيرا من الأشخاص يقرؤون في كل سنبلة 100 حبة،
وهذه حقيقة هي يعني من الأخطاء التي لا بد الابتعاد عنها. ومحور هذا الخطأ هو يعني ناتج عن هذه الألف. هذه الألف طبعا كتبت في القرآن الكريم في لفظة مئة، طبعا هي تكتب ولا تلفظ، يعني نقول في كل سنبلة، أو نقرأ عفوا في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، لا نقرأها 100 حبة. حقيقة العلماء قالوا يعني لماذا هذه الألف زيدت في هذه اللفظة؟ هذه قضية مهمة جدا يعني علينا الانتباه إليها. علماء الإملاء طبعا واللغة قالوا أن هذه الألف زيدت في هذه اللفظة للتفريق بينها وبين لفظة منه، للتفريق بين لفظة مئة وكذلك للتفريق بين لفظة منه. كما نعلم أن يعني أن ألفاظ اللغة العربية أو حروف اللغة العربية قبل الإعجام، يعني قبل التنقيط، تنقيط حروف اللغة العربية التي نقطها يعني الحجاج بأمر من الحجاج، كانت هذه الألفاظ تتشابه من حيث الصورة والشكل. يعني كلمة مئة تكتب ميم همزة، يعني ميم ركزت الهمزة والتاء بدون نقطة طبعا، وكذلك منه أيضا تكتب على نفس الشاكلة. فكان يصعب على القارئ أن يميز بين لفظة مئة وبين لفظة منه، أو بين لفظة فئة. فزادوا الألف في لفظة مئة حتى يميزوا بين لفظة مئة وكذلك بين لفظة منه. وهذه أيضا من القضايا المهمة التي لا بد من الانتباه إليها أيها الإخوة. إذا زيدت الألف في مئة للتفريق بينها وبين لفظة منه، أو بين لفظة فئة. نقول مثلا أخذت 100 وأخذت منه، أخذت 100 وأخذت منه. لولا هذه الألف يعني قبل إعجام حروف اللغة العربية، لولا هذه الألف ما كنا نميز بين هذين اللفظين، بين لفظة أو بين عبارة أخذت منه وكأخذت 100 وأخذت منه. لذلك زيدت هذه الألف لرفع الالتباس عن هذه التعابير. نعم، من الزيادات المهمة أيضا زيادة الواو، يعني تزاد الواو أيضا في بعض ألفاظ اللغة العربية. على سبيل المثال تزاد في لفظة عمرو، لدينا لفظة عمرو وكذلك عمر، زيدت الواو في لفظة عمرو للتفريق بينه وبين لفظة عمر، لأن الأول اللفظ الأول مصروف، وعندما أقول مصروف أعني أنه ليس ممنوعا من الصرف، وتظهر ويظهر التنوين عليه، تنوين الرفع والنصب والجر. وكذلك لفظة عمر وهو من الألفاظ الممنوعة من الصرف، لا يظهر التنوين عليه. فليتخلص من يعني من قضية المنع من الصرف، يعني أحدهما ممنوع من الصرف والآخر مصروف، فزادوا الواو في أحدهما للتفريق عن الآخر. نعم، هذه الواو تزاد في حالة الرفع والجر في لفظة عمرو، نقول جاء عمرو، جاء عمرو بالتنوين مع الواو، نقول جاء عمرو، وكذلك نقول مررت بعمر، يعني بالواو والتنوين. أما في حالة النصب فلا تزاد هذه الواو، يعني رب سائل يسأل يقول لماذا هذه الواو تزاد في حالة الرفع والجر ولا تزاد في حالة النصب؟ عند النصب نحذف هذه الواو، نقول رأيت عمرا بالتنوين. التعليل في ذلك أيها الأحبة، التنوين هنا هو الفارق بينه وبين لفظة عمر،
لذلك لا يمكن يعني نستطيع عن طريق التنوين أن نميز بين عمرو وكذلك بين عمر. التنوين يكون هو الفارق بين لفظة عمرو في حالة النصب وكذلك بين لفظة عمر. يعني الواو فارقة أيضا وكذلك التنوين أيضا فارق، فلا يمكن أن يجتمع فارقان في كلمة واحدة، لذلك حذفوا الواو وأبقوا على التنوين. يعني في حالة النصب نقول عمرا بالتنوين، نميز بالتنوين بين عمرا وبين عمر، لأن عمر كما نعلم يعني ذكرت قبل قليل من الألفاظ الممنوعة من الصرف لا يدخل عليه التنوين، فبمجرد ذكر التنوين في لفظة عمر نقول هذا أصله عمر، أصله عمر وليس عمر، لأن عمر ممنوع من الصرف. بينما في حالة الرفع وكذلك في حالة الجر لابد أن نبقي على الواو، لابد أن نبقي على الواو، لأننا إذا حذفنا الواو وقلنا جاء عمرو بالتنوين حذفنا الواو، لالتبس علينا بين عمر وكذلك بين عمر، فلا يمكن في هذه الحالة أن نميز في الشكل وفي الصورة بين اللفظين. لذلك قالوا الواو تبقى في حالة الرفع وكذلك في حالة الجر والتنوين يدخل عليهما. أما في حالة النصب، في حالة النصب نحذف الواو ونزيد عليه التنوين، ففي هذه الحالة التنوين يكون هو الفارق بين لفظة عمرو وكذلك بين لفظة عمار. فهذه قضية مهمة طبعا ذكرها العلماء في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم، لا بد من الانتباه إليها أيها الأحبة. كذلك من الألفاظ يعني التي تخص هذا الجانب، يعني هناك بعض الألفاظ يعني تزاد فيها بعض الحروف لكنها لا تلفظ، كما ذكرنا قبل قليل 100 الألف كانت زائدة فيها ولا تلفظ. كذلك من الألفاظ التي تزاد فيها عدد من الحروف لكنها لا تلفظ، كما في لفظة أولئك وكذلك أولو. أولئك هذه اللفظة طبعا لفظة أولئك تزاد في هذه اللفظة الواو لكنها لا تلفظ، نقول أولئك الهمزة الواو اللام الهمزة وكذلك الكاف، لكن هذه الواو أولئك طبعا لا تلفظ هذه الواو. العلماء قالوا يعني زيدت هذه الواو في هذه اللفظة للتفريق بينها وبين إليك، للتفريق بينها وبين إليك. قبل التعجيم طبعا قبل إعجام حروف اللغة العربية كانت يعني تكتب لفظة أولئك طبعا تكتب أولئك وكذلك لفظة إليك، وكلاهما في الشكل سيان، كلاهما واحد في الشكل والصورة، أولئك وكذلك إليك لا نميز بينهما. طبعا هذا يعني الكلام قبل تعجيم حروف اللغة العربية. لذلك قالوا الواو تزاد في أولئك حتى نفرق بينها وبين لفظة إليك، فهذا تعليل مهم جدا يعني ذكره العلماء. إذن الواو زائدة في لفظة أولئك للتفريق بينها وبين لفظة إليك. كذلك من الأمور المهمة أو القضايا المهمة التي نعرج عليها يعني في هذا المحور إن شاء الله، طبعا القضية الثانية علل الحذف. يعني ذكرت في بداية المحاضرة يعني هناك زيادة في بعض الحروف في بعض الألفاظ وكذلك هناك حذف حروف من بعض الألفاظ. القسم الأول يعني تكلمنا عن الزيادة، والآن أتكلم عن الحذف. يعني هناك ألفاظ تحذف من بعض ألفاظ اللغة العربية، وهذه الألفاظ حقيقة يعني لا تحذف، أو هذه الحروف عفوا لا تحذف، وإنما يعني لا تحذف جزافا وإنما تحذف لعلل إملائية.
من هذه الحذوفات لدينا حذف الألف من لفظة بسم الله الرحمن الرحيم، من لفظة بسم الله. يعني كثير ما يعني نتساءل، يقولون لماذا يعني بسم الله لا تكتب باسم الله، يعني الباء الألف ثم السين الميم ثم لفظ الجلالة، مباشرة يعني نلحظ كتابة هذه العبارة بسم الله بدون ألف. يعني كان يجب أن يكتب باسم الله، لكنها كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، البسم بدون لفظة بدون حرف ألف. طبعا في هذه القضية تعاليل. أول هذه التعاليل، العلماء يذكرون يقولون أن الألف حذفت من هذه العبارة للتخفيف. كما نعلم أن اللغة العربية دائما لغة تميل إلى الإيجاز والتخفيف، تميل إلى الإيجاز والتخفيف. يعني هذا التعليل الأول، قالوا أن الألف حذفت من لفظة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله حذفت للتخفيف. أما التعليل الثاني، قالوا فيه أن هذه الألف حذفت لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. طبعا كثرة الاستعمال هي من العلل اللغوية المهمة. طبعا كثير من القضايا النحوية والصرفية والصوتية حقيقة تدخل فيها هذه العلة، علة كثرة الاستعمال. فيعني إحدى العلل في هذه القضية، قالوا علة كثرة الاستعمال هي التي جعلت الألف تحذف من هذه اللفظة. لأننا في كل شيء أيها الأحبة نذكر بسم الله، يعني الكثرة، كثرة الاستعمال، كثرة استعمال هذه اللفظة. بسم الله نقول عند الطعام، بسم الله نقول عند الشراب، بسم الله يعني نقول عندما نبتدأ في كل عمل، بسم الله في المنام، بسم الله في الاستيقاظ. فهذه الأمور كلها، يعني هذه اللفظة لما كانت تدخل عليها، لذلك حذفوا الألف من هذه اللفظة. أما في يعني باسم ربك الأعلى، طبعا مذكور هذه اللفظة في القرآن الكريم، باسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الأعلى، نلحظ أن يعني في هذه اللفظة أو في هذه الجملة الألف لم تحذف من باسم ربك، اقرأ باسم ربك. السبب في ذلك، العلماء قالوا أننا نستعمل بسم الله أكثر من باسم ربك، لهذا السبب حذفت من هذه الجملة أو من هذا التعبير، ولم يحذف من التعبير الآخر. إذن لدينا علتان في هذه القضية. العلة الأولى ذكرها العلماء وقالوا أن الألف من بسم الله حذفت للتخفيف. التعليل الثاني، قالوا أنها حذفت لكثرة الاستعمال. إذن علتان لدينا، علة التخفيف وكذلك علة كثرة الاستعمال. من الألفاظ التي تحذف الألف منها أيضا لفظة ابن، لفظة ابن. يعني قالوا أن لفظة ابن إذا وقعت بين علمين تحذف ألفها، يعني هذا الضابط، يعني ضابط تثبيت الألف. قالوا أن هذه الألف يعني تثبيتها وحذفها، قالوا أن هذه الألف تحذف، لفظة ابن ألفها تحذف إذا وقعت ابن بين لفظين أو بين علمين. نقول مثلا على سبيل المثال محمد ابن مالك، مثلا محمد ابن مالك، في هذه الحالة ألف ابن تحذف، في هذه الحالة ألف ابن تحذف، يعني محمد ابن مالك، محمد ابن علي، محمد ابن زيد، هذه الألف ألف ابن تحذف إذا وقعت بين علمين. حقيقة العلماء يعني قالوا أن هذا الضابط ليس على أطلاقه، وإنما أيضا قيدوا هذا الضابط، قيدوه بقيد مهم جدا. قالوا أن هذه الألف يعني ليس من الشرط أن تسقط إذا وقعت لفظة ابن بين علمين. قالوا متى تسقط؟ تسقط، قالوا هذه الألف يعني من لفظة ابن تسقط عندما تكون هذه اللفظة
صفة للاسم الذي قبله. إذا كانت هذه اللفظة صفة للاسم الذي قبله فإن هذه الألف تسقط، أما إذا كان خبرا لها فإن هذه الألف لا تسقط، فإن هذه الألف لا تسقط. نقول زيد بن عمرو، نقول زيد بن عمرو، يعني هنا تثبت الألف في لفظة ابن، وإن وقعت ابن لفظة ابن بين علمين، العلماء قالوا هذا الضابط لكن قيدوه، قالوا يعني هذه القضية يعني مقيدة وليست مطلقة، لفظة ابن إذا وقعت بين علمين إذا كان خبرا الألف لا تحذف من لفظة ابن إذا كان خبرا للاسم الذي قبله، يعني مبتدأ وخبر، إذا كان لفظة ابن خبر للاسم الذي قبله في هذه الحالة ألف ابن لا تلفظ وإن كان واقع بين علمين. أما لفظة ابن إذا كانت صفة للاسم الذي قبلها ففي هذه الحالة تسقط الهمزة. إذن هذه القضية يعني هذه الألف، قالوا هذه الألف يعني إثبات هذه الألف وحذف هذه الألف يساعدنا للتفريق بين الخبر والنعت، للتفريق بين الخبر والنعت. إذا كان لفظة ابن وإن كان واقعا بين علمين خبرا فإن هذه الألف لا تسقط، أما إذا كانت لفظة ابن صفة للاسم الذي قبلها ففي هذه الحالة تسقط الألف. إذن هذه قضية مهمة جدا، هذه الألف تثبت هذه الألف وتحذف للتفريق بين الخبر وكذلك بين النعت. عموم القضية أيها الأحبة، عموم القضية يعني عموم القضية قالوا أن هذه الألف تسقط بين إذا وقعت ابن بين علمين، لكن هذه القضية كما ذكرنا ليست على الإطلاق وإنما هي مقيدة، وإن كانت واقعة بين علمين فإنها إذا كان خبرا ابن إذا كان خبرا للاسم الذي قبله لا تسقط هذه الألف، أما إذا كان ليس خبرا فإن هذه الألف تسقط. يعني بمجرد ملاحظة لفظة ابن مع الألف أو بدونها نميز بين الخبر والصفة. إذا رأينا أن هذه الألف محذوفة نحكم مباشرة على لفظة ابن بأنها صفة، أما إذا رأينا هذه الألف يعني موجودة على اللفظة نحكم على اللفظ بأنه خبر. هكذا العلماء طبعا ذكروا هذا التعليل، تعليل طبعا مهم جدا، أن لفظة ابن تحذف وتثبت للتفريق بين الخبر وكذلك بين النعت. وكذلك من العلل الأخرى التي اعتمد عليها اللغويون وكذلك أرباب هذا الشأن طبعا، قالوا كثرة الاستعمال أيضا، يعني تدخل من العلماء من قال أن هذه الألف تحذف لكثرة الاستعمال، يعني لكثرة استعمال هذه اللفظة طبعا تسقط هذه الألف. هذه من القضايا المهمة أيضا. كذلك من القضايا المهمة جدا يعني قضية إسقاط الألف من لفظ الجلالة الله، يعني رب سائل يسأل يقول لماذا الله لا يعني لفظ الجلالة الله تعالى لا يكتب بالهمزة واللام والألف والهاء، يعني يكتب الله، يكتب الآن يكتب الله همزة لام ثم بعدها لام ثم بعدها الهاء، لكن لو أردنا أن نكتب هذا اللفظ حسب النطق فإنه يكتب الله يعني بهمزة اللام وبعدها الألف ثم الهاء. حقيقة العلماء في هذه يعني في هذه القضية أيضا قالوا أن هذه الألف حذفت لكثرة الاستعمال، وأن الحذف في هذه اللفظة، حذف الألف في هذه اللفظة لا يؤدي إلى لبس في لفظ آخر معه، يعني لذلك حذفوا
الألفة من هذا اللفظ، من لفظ الجلالة الله تعالى. الرأي الثاني أنهم قالوا أنهم حذفوا الألفة من لفظ الجلالة الله حتى لا يلتبس مع اسم الفاعل من لها يلهو، حتى لا يلتبس مع اسم الفاعل من لها يلهو، لأن اسم الفاعل من لها يلهو إذا أدخلنا عليه الألف واللام أصبحت يعني هذه اللفظة الله. الله الله اسم فاعل، اسم فاعل الله اسم فاعل للها يلهو. بالمقابل أيضا لدينا لفظ، لفظ الجلالة يعني تعالى أيضا يكتب، يعني لو أردنا أن نكتب هذه اللفظة على هذه الشاكلة الله يعني الهمزة واللام وبعدها الألف وبعدها اللام لالتبس علينا الأمر، يعني لما استطعنا التمييز بين لفظ الجلالة الله وكذلك بين اسم الفاعل من لها يلهو. لذلك يعني أعطوا لهذه اللفظة، لفظة الله سبحانه وتعالى، هذه الميزة للتفريق بين للتفريق بينه وبين اسم الفاعل من لها يلهو. هذا التعليل أيضا يعني وجدته وقد ذكره عدد من العلماء. إذن لدينا تعليلان، التعليل الأول قالوا أن الألف حذفت لكثرة الاستعمال، والتعليل الثاني قالوا أن الألف حذفت من لفظ الجلالة للتفريق بين لفظ الجلالة الله وكذلك بين اسم الفاعل من لها يلهو. نعم. من الألفاظ الأخرى التي تسقط فيها الألف لدينا لفظة الرحمن. طبعا هذه اللفظة أيضا تسقط، يعني لا سيما عندما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لفظة الرحمن هذه اللفظة أيضا الألف تسقط منها. التعليل في ذلك، العلماء يقولون حذفت الألف منها لكثرة الاستعمال. هناك ملاحظة مهمة أيها الأحبة، يعني أحببت أن أشير إليها، يعني أكثر العلل يعني انتشارا في هذه القضايا في التي نقف عندها هي قضية كثرة الاستعمال. كما ذكرت هي من العلل المهمة التي تدخل على النحو والصرف وكذلك على الإملاء والصوت، فهذه العلة من العلل المهمة، يعني نراها مرتكزا مهما في كثير من القضايا، قضايا اللغة العربية. فالرحمن أيضا الألف حذفت منها لكثرة الاستعمال، حذفت ألف الرحمن لكثرة الاستعمال. لكن الحذف أيضا مقيد، يعني الحذف أيضا مقيد بدخول الألف واللام عليه. أما بدون الألف واللام تثبت، نقول يعني تثبت هذه الألف، نقول رحمن، لفظة رحمن بدون الألف واللام، بدون الألف واللام تثبت الألف فيها، تثبت الألف فيها. أما إذا أدخلنا على هذه اللفظة الألف واللام فمباشرة هذه الألف تسقط، مباشرة هذه الألف تسقط. العلة في ذلك، التعليل في ذلك، كثرة الاستعمال. كذلك من القضايا المهمة إخوان، يعني أحببت أن أتطرق إليها ضمن هذا المحور، حذف ألف الاستفهام. سلام ورحمة الله وبركاته. عفوا دكتور المقاطعة، يعني محاضرة ما شاء الله قيمة بشكل يعني ومسلية يعني بنفس الوقت، ومعلومات ما شاء الله يعني ما شاء الله قيمة إلى درجة كبيرة، لكن وقت المحاضرة يعني أشرف على الانتهاء. نعم. إذا يعني يعني هاي يعني عندك تقدر تختم المحاضرة هسه إن شاء الله دكتور. أنا حقيقة أستاذ محمد يعني حتى ما يبقى يعني بصدري يعني يتلجلج هذه القضية، فقط لفظة مهمة جدا يعني حتى أستغل الفرصة بذكرها، هي لفظة لكن. يعني نلحظ يعني كثيرا يعني كثير من الأسئلة ترد إلينا، يقولون لماذا لكن لا تكتب لا لام ألف الكاف والنون، يعني تكتب لكن بدون ألف، يعني لا تكتب كما تنطق هذه اللفظة، لا تكتب كما تنطق. طبعا العلماء قالوا في ذلك، يعني علماء الإملاء، حتى نميز بينها ولفظة، حتى نميز بينها وبين لفظة كن، لفظة كن. طبعا كن هو في اللغة العربية الستر،
لفظة كنة الكاف والنون المشددة. في اللغة العربية هذه اللفظة تعني الستر. قالوا حتى نميز، يعني لكن لم تكتب كما تنطق، حتى نميز بين لفظة بين لكن وكذلك بين نفي لكن، يعني نفي الستر. لو كتبنا لكن يعني بالألف واللام، لكن اللي هو أحد حروف يعني إن وأخواتها، لكن الاستدراك، وكذلك بين لا كن ونفي الستر لما ميزنا بين هذين اللفظين. لذلك قالوا يعني حتى نفرق بين اللفظين لابد أن تحذف الألف من لفظة لكن التي هي تعني إحدى أخوات إن وأخواتها، والتي تعني الاستدراك. هذه قضية مهمة، يعني أختم بها يعني هذا المحور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم النفع والإفادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى حقيقة إلى الأخ المفضال الأستاذ محمد على إتاحة الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة، على الرغم من عدم إكمالها طبعا حقيقة. إن شاء الله في مناسبات أخرى إن شاء الله نحاول إكمال هذه الألفاظ. الشكر يعني موصول لكم جميعا أيها الأحبة على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله دكتور، يعني نعتذر عن قطع محاضرتك، ولكن يعني مقيدين بوقت محدد. أكيد 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 أستاذ محمد، أكيد لا ضير إن شاء الله.